إخوان المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو اللي دعات فيه التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم اللي تفرض عليهم التعاقد باش يخوضوا واحد الإضراب وطني اليوم الاثنين للمطالبة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بسحب وإلغاء جميع التوقيفات والعقوبات تاع الشوفية بحق نساء ورجال التعليم والاستجابة للمطالب ديال الأسرة التعليمية بدون شروط. اليوم ملف التوقيفات يدخل منعطفا خطيرا باعتبار أن الموقوفين داروا حسن النية وقالوا بأن الوزارة ستتعقل وستفكر ماليا لإيجاد حل لهذا الملف الذي تقتنع هي 100% أنه ملف في الشطط، في استبداد، في خروج وضرب القوانين البلد الذين تم توقيفهم. سبب بسيط هو أنهم شاركوا مثل بقية زملائهم في المسيرات، في الوقفات، في الإضرابات، فإذا الكل كان مشاركا في حراك اجتماعي تعليمي غير مسبوق. انتزعنا ما استطعنا أن ننتزعه. الدولة أرادت أن تختم المعركة بطريقتها المعهودة، بطريقتها الاستبدادية، فقامت بالتضحية بنا واحتجازنا كرهائن. ونحن نعلم السر وراء استمرار احتجازنا كرهائن للشهر الرابع التوالي بدون أجرة، بدون تعويضات عائلية، بدون استفادة من مجموعة من الأمور الاجتماعية، آخرها ما عرفنا آخر ما عرفنا هو استفادة من بطاقة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، حتى هي ولينا بمعنى أن الدولة أصدرت حكمها علينا. فنحن لسنا موقوفين توقيف مؤقت، بل نحن موقوفين فعلا، لأن الضرر النفسي والاجتماعي والمادي واقع علينا. فإذا الدولة غارقت في هذا الملف ولا تستطيع ولم تعرف كيف تخرج منه، وتحاول أن تناور وتحاول أن تتحايل على القوانين وتحاول أن تربح الوقت لتمرير مجموعة مخططات صفوية، خصوصا قانوني الإضراب وقانون التقاعد، أخطر ما يمكن أن يمرر الشغيلة التعليمية. أولا إرجاع الموقوفين بدون قيد أو شرط، وثانيا تحقيق باقي المطالب التي خرجنا من أجلها منذ 5 أكتوبر الماضي. نعتبر أن التوقيفات كما قلنا هي توقيفات لا تفتقد للشرعية، والمهلة القانونية للعرض على المجالس التأديبية قد قاربت أو شارفت على نهايتها. نحن الآن حوالي 4 أشهر، وهي المهلة القانونية التي حددها قانون الوظيفة العمومية لعرض الموقوف أو الموقوفة على المجالس التأديبية لمعالجة ملفه الإداري أو إرجاعه إلى مقر عمله مع إرجاع الأجرة كاملة إلى حين عرضه على المجلس التأديبي. نحن في التنسيق الثلاثي أو في وباقي التنسيقيات نعتبر أن هذه المجالس التأديبية هي أصلا فاقدة للشرعية، لأنها بنيت على مسطرة قانونية واهية ضعيفة، لأن المؤاخذات التي تمت مؤاخذتنا أولا على من أجلها هي مؤاخذات تفتقد إلى سند قانوني قوي ومتين. فنحن لم نكن كما تدعي الإدارة أننا كنا في حالة انقطاع عن العمل، انقطاع متكرر عن العمل، وأننا لم نضيع الزمن المدرسي للتلاميذ والتلميذات، بل كنا في حالة إضراب أجبرنا على خوضه لتحقيق مطالبنا. إذن والوزير هو أيضا في حد ذاته قد اعترف بأن الأساتذة كانوا في حالة إضراب ولم يكونوا في حالة انقطاع عن العمل. لذلك نطالب اليوم بإرجاع الموقوفين والموقوفات إلى مقرات عملهم بدون قيد أو شرط وبدون التزام، وأيضا من دون عقوبات من قبيل الإنذار والتوبيخ الذي تعرض له الموقوفون والموقوفات الذين تم إرجاعهم في الفترة اللاحقة. كما نطالب بسحب تلك العقوبات التي طالتهم. الرفض ديال نساء ورجال التعليم
بمختلف المناطق لهذه التوقيفات اللي هي تعسفيه وغير قانونيه وفيها شطط وفيها حيف وفيها انتقام. الاحتجاجات على المستوى الوطني في الحراك التعليمي اللي دام 3 شهور ضد النظام المآسي المجحف، كان ضد هذا النظام المآسي المجحف حوالي 240,000 ديال النساء ورجال التعليم من هيئة التدريس على المستوى الوطني اللي داروا هذه الاحتجاجات وهذه الاضرابات. واش الاضراب اللي كيكفلوا الدستور وكيكفلوا المواثيق الوطنيه والدوليه اصبح جريمه في المغرب؟ لذلك حنا نفذنا وشددنا الاضرابات مع هاد الالاف من النساء ورجال التعليم. لذلك علاش هذا الانتقام وعلاش هذا الانتقاء اللي تم على مستوى المديريات الاقليميه وعلى مستوى الاكاديميات بجره قلم يجيو هاد التوقيفات هذه؟ وهاد التوقيفات راه فيها ضرر على المتعلمين وعلى المدرسه العموميه. لذلك حنا كنناشدوا السيد الوزير، كنناشدوا الحكومه، كنناشدوا جميع المسؤولين اللي في يدهم الحل الى تغليب الحكمه وتغليب المنطق وضمان حق هذا الاستاذ اللي هو من حقوق الانسان. لذلك كنشدهم بسحب هذه التوقيفات بشكل عاجل والعوده ديالنا كاساتذه موقوفين الى يومنا هذا المقرات العمل دون قيد او شرط. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.